حاليا بالأسواق جريدة أخبار لوجوس إصدار شهر مارس لعام 2015 تحت رعاية الأمبسربيون أسقف لوس أنجلوس رئيس التحرير القمص بشوي عزيز. اقرأ في هذا العدد: فعاليات اجتماع الأباء الكهنة الشهري بأبرشية لوس أنجلوس، عودة 25 ألف مصري من ليبيا، قداسة البابا في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الله الإله الحق لا يحتاج أن ينصره البشر، ائتلاف أضباط مصر مغادرة ما لا يقرب من 27 أسرة قبطية من شمال سيناء. وإليكم أبرز العناوين: الصوم الكبير للبابا شنودة، نؤمن أن الصلاة تصنع الكثير للبابا تودروس، سر الفداء بموت الصليب للراهب أثناسيوس المقاري، الإيمان المسيحي والطريق في كلمة الحياة للقمص بشوي عزيز، الشيء الأكثر أهمية الاختلاء مع الله في الصلاة للأب أنتوني، المتعة الروحية في الصوم للشماس يوسف يونان، أوباما والإرهاب للدكتور محفوظ جريس، شهداء رغيف العيش في علامات على الطريق الروحي بقلم بشاي جبرة، خواطر الراهب نزلة برد أم إنفلونزا للدكتور نبيل خليل، ملكوت الله وحبة الخردل والخميرة للدكتور جوزيف فلتس، هو الله لأنه يأخذ أسماء الله للقمص سيداروس عبد المسيح، الغضب المقدس والغضب الشرير للقس أوغسطينوس حنة، تأملات في شهداء ليبيا، شكراً داعش للدكتور نبيل سليمان. تابع جدول برامجنا لشهر مارس. متى يمكن القول لمديرك هذا ليس من مهام عملي؟ احرص على اقتناء نسختك حالياً بالكنائس والمتاجر العربية. أخبار لوجوس، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد.